الله يمسيكم بالخير. بين التمكين وانقلاب الأمور للضد شعرة، ولهذا تجد حكومات وأشخاص وقيادات يعني يمكنون أشخاص أيضا أو حركات أو أحزاب أو تيارات، ولكن الأمور تنقلب للضد. ولهذا من المهم جدا أن الشخص يتابع متابعة دقيقة ويكون حذر أيضا، ليقيم اللحظة اللي فيها ممكن الأمور تنقلب للضد مثل ما قلنا، فيسحب البساط قبل أن يحدث هذا. التاريخ مليء بالشواهد. الملك عبد العزيز رحمه الله القائد الفذ يوم شاف ان حركه الاخوان اللي كانت مناصره له في وقت من الاوقات يوم انها اقتوت بشكل ممكن يؤثر على تاسيس البلاد، كسر شوكتهم في معركه السبله مثل ما هو معروف. مرسي احضر السيسي فاصبح السيسي هو رئيس البلاد. والشواهد كثير. بيت عجيب صراحه وفعلا يا عم تقول للفوائد راس مالك لا يضيع. طبعا اللي جاب الطاري لهذا الحديث هو بيت عجيب للشاعر وصل عطية، يعني يقول انت ربيت لفاعي فبالك تستفيد مثل ما ربيتها روح خيط شدوكه.